مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في سلسلة دروس الدعم المدرسي الخاصة بمادة الرياضيات. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس التناسبية. من أهداف هذا الدرس تعرف وضعية تناسبية، التمييز بين وضعية تناسبية وأخرى غير تناسبية، ملء جداول أعداد تناسبية وحساب معامل التناسب، التمثيل الميبياني لوضعيات تناسبية أو غير تناسبية. النشاط الأول: إذا كان ثمن الدولار الواحد هو 8 دراهم، فما هو ثمن 5 دولارات، 10 دولارات، 50 دولاراً، 100 دولار؟ كما تلاحظون، دولار واحد يقابله 8 دراهم. وللإجابة عن هذا السؤال سنستعين بهذا الجدول المكون من خانتين، الخانة الأولى مخصصة للدولار والخانة الثانية مخصصة للدرهم. لحساب قيمة دولار واحد بالدرهم نضرب واحد في 8، سنحصل على 8. وبالنسبة لخمس دولارات نفس الطريقة، سنضرب 5 في 8 وسنحصل بذلك على 40. لحساب قيمة 10 دولارات سنعتمد نفس الطريقة، سنضرب 10 في 8 وتعطينا 80. بالنسبة ل50 دولارا نفس الطريقة، نضرب 50 في 8 وتعطينا 400. وأخيرا بالنسبة ل100 دولار نضرب 100 في 8 لنحصل بذلك على 800. معامل التناسب في هذه الحالة هو 8، ونقول أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني. وللانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في 8، وللانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نقسم على 8. التمرين الأول: إذا كان ثمن الأورو الواحد هو 9 دراهم، فما هو ثمن 3، 5، 10، و20 أورو؟ كما تلاحظون، 1 أورو يساوي 9 دراهم. سنستعين بجدول جديد لتحديد هذه القيم. بالنسبة لواحد أورو كما قلنا، 1 في 9 تساوي كم؟ تساوي 9. بالنسبة لثلاثة أورو، 3 في 9 تساوي كم؟ تساوي 27. بالنسبة لخمسة، 5 في 9 تساوي كم؟ نعم، تساوي 45. ثم 10 في 9 بالنسبة لعشرة أورو تساوي كم؟ تساوي 90. وبالنسبة لعشرين أورو نكتب 20 في 9 تساوي كم؟ تساوي 180. في هذه الحالة إذن نقول أن معامل التناسب هو 9. حسن. التمرين الثاني: هل الجدول التالي جدول أعداد متناسبة؟ يمثل الجدول طول ضلع المربع بالسنتيمتر وفي الخانة الثانية المحيط بالسنتيمتر. يجب عليك أن تلاحظ الأعداد جيدا وما هي العلاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني. حسنا، عند قسمة 20 على 5 وقسمة 32 على 8 وقسمة 80 على 20 نحصل على نفس الخارج وهو 4، وبالتالي نقول أن أعداد الجدول متناسبة وأن معامل التناسب في هذه الحالة هو 4.
التمرين الثالث. هل الجدول التالي جدول أعداد متناسبة؟ كما تلاحظون، الجدول يمثل عمر الطفل بالسنوات وكتلته بالكيلوغرام. وجب علينا أن نلاحظ ما هي العلاقة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني. حسناً، عند قسمة 10 على 1 وقسمة 13 على 2 وقسمة 20 على 5 ونفس الشيء بالنسبة للأعداد المتبقية، لا نحصل على نفس الخارج. يمكن إذن أن نقول أن أعداد الجدول غير متناسبة. النشاط الثاني: إذا كان ثمن ضفطر واحد هو 10 دراهم، فما هو ثمن 3 ضفاطر و5 ضفاطر و10 ضفاطر؟ الضفطر الواحد كما قلنا ثمنه 10 دراهم. لنحول الوضعية إلى مبيان مناسب. كيف ذلك؟ سنستعمل مبيانا نمثل فيه الثمن بالدرهم وكذلك عدد الضفاطر، وفي ذات الوقت سنستعين بهذا الجدول. هذا الجدول نجد به خانتين، الخانة الأولى خاصة بعدد الضفاطر والخانة الثانية خاصة بالثمن بالدرهم. إذا كان عدد الضفاطر هو 1 فالثمن هو 10 دراهم، أما إذا كان العدد 3 فسنقوم بالعملية ألا وهي 3 في 10 وتعطينا 30. إذا كان عدد الضفاطر هو 4 نكتب 4 في 10 تعطينا 40، وإذا كان عددها 5 نكتب 5 في 10 تعطينا 50. سنحاول أن نمثل هذه المعطيات على المبيان. إذن بالنسبة لدفتر واحد ثمنه 10 دراهم، 3 ضفاطر ثمنها 30 درهما، 4 ضفاطر ثمنها 40 درهما، و5 ضفاطر ثمنها 50 درهما. يمكن أن نقول أن الجدول جدول أعداد متناسبة، ومعامل التناسب في هذه الحالة هو 10. التمرين الرابع: لنحول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب. كيف ذلك؟ سنرسم مبيانا نمثل فيه قيمة اليورو ومقابلها بالدرهم كما تلاحظون على الشاشة. إذن سنبدأ برسم المبيان. قلنا أورو واحد قيمته 9 دراهم، 3 يورو قيمته 27 درهما، 5 يورو قيمته 45 درهما، 10 يورو قيمته 90 درهما، و20 يورو قيمته 180 درهما. يمكن أن نقول هنا أن أعداد الجدول متناسبة، ومعامل التناسب هو 9. التمرين الخامس: لنحول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب. يمثل الجدول عمر الطفل بالسنوات وكتلته بالكيلوغرام. سنرسم مبيانا نمثل فيه عمر الطفل بالسنوات كما هو مبين على الشاشة، وكتلته بالكيلوغرام كما هو مبين. بعد ذلك سننتقل إلى التمثيل. قلنا عندما يكون عمر الطفل سنة واحدة تكون كتلته 10 كيلوغرامات، عندما يكون عمره سنتان تكون كتلته 13 كيلوغراما، 5 سنوات 20 كيلوغراما، 8 سنوات 32 كيلوغراما، 10 سنوات 35 كيلوغراما. كما تلاحظون التمثيل المبياني لا يكون عبارة عن مستقيم،
نقول أعداد الجدول غير متناسبة. لا يوجد هنا معامل تناسب يمكننا من الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني. شكراً على حسن الانتباه.